زي ما قلت قبل شوي كابتن روني الحنيطي معانا بالاستوديو منذ الصباح الباكر، بس انا قررت اني ما اساله اليوم شو التمارين الرياضيه، هيك حبيت انه فعليا اساله على الهواء مباشره انا وياكم نعرف اليوم الكابتن روني شو بده يعمل لنا وهاي التمارين لشو راح تفيدنا. فصباح الخير كابتن. صباحكم جميعا وان شاء الله يومكم مليء بالطاقه الايجابيه والسعاده يا رب. يعطيك الف عافيه. الله يسعدك يا رب. ابتسامه اكيد. الله يحفظك يا رب. ان شاء الله بيكون في طاقه ايجابيه لانه بنقول دائما هي الابتسامه اكثر شيء ممكن نواجه فيه تحديات بالضبط سيئه نوعا ما، وان شاء الله يعني الله دائما بخفف منها وبقلل منها ان شاء الله. انا ما سالتك تذكر؟ اكيد يس. ما سالتك هي موجوده بعد بس ما سالتك. بالضبط. حابه اتفاجئ اليوم شو بدك تعمل لنا؟ حنحكي اول شيء ونوضح موضوع انتشار الامراض وارتباطها بمواضيع التغذيه والرياضه. اكثر الامراض المنتشره في الوطن العربي مثلا، خلينا نحكي عن عده امراض وطريقه علاجها سواء بالتغذيه او الرياضه. كثير من الأمراض المنتشرة من خلينا نحكي السكري والضغط. السكر عدة أنواع في الوطن العربي، 1 2 3، 3 مربوط في الحمل، 1 بسبب البنكرياس وإفراز الأنسولين، 2 بسبب مستقبلات الأنسولين. كل هذه الأمراض نقدر نعالجها عن طريق الرياضة والتغذية. كيف يعني رياضة؟ رياضة أول شيء زي ما حكينا الرياضة بتنشط الدورة الدموية وبترتب في موضوع سكر الدم. هي تجنبنا موضوع السكري بمواضيع الرياضة والتغذية. أما موضوع الضغط المنتشر بسبب قلة النشاط الرياضي، مواضيع تمارين الكارديو اللي حاطيكم عدة تمارين منها، الكارديو بتساعد في ضخ الدم وتقوية عضلات القلب وتوسع الرئتين، فبالتالي بنتجنب موضوع الضغط. المرض الأخرى مثلا انتشار الديسك، تقوية عضلات الفقرات الظهر، طبعا العمود الفقري له جذور، كلما كانت قلة النشاط الرياضي بصير في ضخ على جذور العمود الفقري، فبالتالي بنصير نحس بموضوع الديسك او اصاباته. واكثر الفقرات المنتشره في موضوع الديسك 4 و5 بسبب قلة النشاط الرياضي والجلوس الدائم، حركات بسيطه انك تسحب شيء بطريقه غلط، حشرح لكم كيف تشيلوا شيء من الارض، هاي كلها بتاثر على العمود الفقري. مثلا في كثير من الاشخاص بيعملوا نظام غذائي صحي 100% مع ممارسة نشاط رياضي، ولكن عندهم مشاكل في الغدد الدرقية، فموضوعها علاج الغدد الدرقية عند اختصاص الغدد الدرقية، بعدها بتيجي عندنا كأخصائيين تغذية بنعالج موضوع الغدد الدرقية عن طريق الأكل وقلة يعني نزيد من موضوع الزنك الموجود في السمك، فبالتالي بنحفز، فدائما بنحاول نعالج قبل أي تمارين رياضية، خصوصا دخولنا لفصل الشتاء ضروري ووضح دائما أو تذكير لموضوع الرياضة في فصل الشتاء عمليات الاستطالة وإحماء الجسد قبل أي نشاط رياضي لنتجنب كثير من الإصابات الرياضية. صح، لأن درجات الحرارة تكون نوعا ما منخفضة درجة حرارة الجسم منخفضة فما بيكون مستعد لتمارين الرياضية. أنا بدي أزيد على كلامك للأشخاص اللي ما بيعانوا من أي مرض معين، الله يبعد جميع الأمراض عنهم، فعليا اللي ما بيمارسوا الرياضة بحسوا عمرهم أكبر. بالضبط. يعني بحس الواحد أنه تعبان مكسر مش قادر أنه يمشي، حتى لما يطلع على شخص ثاني بعمره بيلعب رياضة بلاقيه فعلا فريش أكثر ونشيط بشكل أكبر. فهي الرياضة أكيد تعطينا جودة في الحياة. يعني إحنا ما بدنا نطول، حسين عم بيقول لي لازم نبلش بالتمارين. أكيد حنبدأ بعدة تمارين رياضية. وقبل أي تمرين رياضي حوضح شغلة بسيطة، هي الاستطالة للعضلة اللي أنا حستهدفها. حنبدأ بتمارين الكتاف مثلا، حنعمل استطالات بسيطة الإيدين بطريقة مستقيمة، دوران بجانب يمين وخلفي، حمسك ايدي هون خلف راسي، حدفع لورا. طبعا هاي الاستطالات زي ما حكينا بنساعد بتمدد العضلات خصوصا انكماشها بفترة الشتاء، وخصوصا كثير من الأشخاص اللي حيعانوا من موضوع وجع المفاصل في أثناء البرد، فعملية الرياضة والتمارين الرياضية بحمي المفاصل أو بعيد تأهيلها زي عادة التأهيل الرياضي عند الإصابات. دائما بننصح في موضوع تمارين المقاومة لحتى نضخ دم أكثر ونعمل إحماء في العضلة، فبالتالي إحنا بنعالج المكان الإصابة بتدفق الدم فيها. التمرين الأول كتاف جانبي، الأشخاص اللي بيعانوا من الديسك هذا تمرين مناسب لهم. التمرين الثاني الاكتاف حيكون نفس الوضعية، الدفع لفوق. اللي بيعانوا من موضوع الديسك حيتجنبوا هذا التمرين لأنه حيكون في ضغط على الفقرات. حنتقل لتمرين الباي والتراي، طبعا بعد الإحماء للباي والتراي حاول أعطي الإحماء بشكل كامل. الباي إيدي هون حدفع، حيصير إحماء في عضلة البايسبس خلف الراس للترايسبس، فبالتالي أنا حميت الباي والتراي، حاطيهم تمرين الباي والتراي. الجسم باستقامته، الرجل على مستوى الاكتاف، دفع لأعلى،
طبعا احنا بدنا ننوه انه كوتش روني اليوم عم بيعطينا هنت عن التمارين، ولكن التكرارات حيكون وعددها هم اكيد بيقدروا انهم بالضبط من 15 ل 20، والراحه الاساسيه تكون بينها 20 ثانيه لدقيقه. 20 ثانيه عيد من ضخ وتاهيل العضله لوصولها للاكسجين. التمرين الثاني للبايسبس حيكون لراس البايسبس اللي اسمه همر بايسبس، حيكون كالتالي. حتى اللي بيعانوا من موضوع ترهل الجلد في المناطق هاي خصوصا البنات، بتمارين المقاومه انا ببني كتله عضليه، فبالتالي بغطي موضوع ترهل الجلد. التمرين الثاني لتراي ثلاث الرؤوس بعد ما احميته. حنتقل لموضوع حتى اللي بيعانوا من موضوع الديسك حيتجنبوا التمرين بالطريقه الواقفه، حيكون نفس الشيء بتمدد انا ونايم على الارض. حنتقل للتمرين الثالث تمرين الظهر، تقويه عضلات الظهر بتجنب موضوع الديسك. حيكون اجري مستوى كتفي، حنزل بشكل مستقيم. حتى لما تكون اي شيء كيس اي شيء بدك تشيله من الارض حاول تشيله بطريقه صحيحه كالتالي، انزل معه واطلع. اما الاشخاص اللي بيشيلوا هيك فبصير عمود الفقري ضغط على الفقره الرابعه والخامسه بشكل كبير. هذا التمرين اللي بعده نفس الشيء، اجري مستقيمين على مستوى كتافي، حسحب. حنتقل لتمرين الرجلين، اجري مستقيمه نزول اسمه اللنجز، الركبة ما تتعدى أصابع الرجلين لحتى ما يكون فيها القوة على ركبة الرجل، نحاول نحمل العضلات. الظهر باستقامته، الرجل الثانية نفس ما حكينا 15 ثلاث مجموعات والراحة بينهم 20 ثانية. كوتش إذا في حدا بيعاني من مشكلة في الركبة، يعني إحنا بنعرف أوقات كتير في مش ضروري تكون مشكلة كبيرة، ولكن مرات بيقولوا السائل اللي داخل الركبة بالضبط السائل الهملاي اللي بيكون موجود فيها بيأثر على موضوع المفاصل. حنعملها نفس الشيء ولكن بعد مراجعة طبيب مختص على حسب يقيم لك حالة الإصابة، حيكون من غير استخدام وزن حتى النزول ما يكون كامل، شيء بسيط تمام، ما يكون في ضغط كتير كبير على هذه التمارين الرياضية. بتحاول تخلي المادة الهملية اللي في الرجل تعيد إنتاجها مرة ثانية، فبقل من الاحتكاك المفاصل. طبعا تمارين المقاومه باوزان عاليه زي ما بنشوف بالصالات الرياضيه بتؤدي الى احتكاك المفاصل، فلذلك بننصح دائما تمارين رياضيه تكون اوزان شوي مش ثقيله. تمام، يعني هو خلينا نقول خلينا معتدلين، لانه في احيان الواحد لما بده يعني يمارس الرياضه مرات بيدخل عليها بقوه اوزان كثيره تكرارات كثيره مده طويله، فهذا ممكن ياثر فعليا طبعا بتاثر باشياء كثير كبيره. دائما ننصح التمارين الرياضيه ما تتجاوز ساعه بسبب الهرمونات الموجوده بالجسم والجي اتش والهرمونات بشكل عام تشتغل بعد 45 دقيقه، بعد ذلك بيتم انتاج هرمون الكورتيزول المسؤول عن هدم العضلات، هذا حياثر كثير من لاكتيك على اعضاء الجسم وحياثر كثير في الرياضه. فاكثر من 45 دقيقه شو ما بتعمل حيكون اجهاد عضلي مش تمارين رياضيه او تقويه العضلات. هذا هرمون الكورتيزول مشكلة صراحة. يعني مع انه هو المسؤول برضه عن بناء الكتلة العضلية، ما هي الكتلة العضلية الياف عضلية بتم تمزقها بناء الياف عضلية اخرى عليها، فهرمون الكورتيزول يعني مسؤول عن بناء الكتلة العضلية ولكن ما نخليه يرتفع بشكل كامل. لهيك ننصح اثناء التمرين بعد التمرين اي شيء حالي مثلا موز تفاح لحتى نعيد ارتفاع الانسولين، ارتفع هرمون الانسولين بخفض من هرمون الكورتيزول. تمام، كل شكر لك كوتش روني الحنيطي، صباح النشاط والحيوي والصحة أهم إشي، وإن شاء الله أكيد بنشوفك بحلقات إن شاء الله قادمة. الله يحفظك. فاصل صغير وبعدها بنرجع إياكم للاستوديو حتى أكيد نستقبل أيضا ضيوفنا لاستكمال فقراتنا لهذا الصباح.